وزير الخارجية يشارك في أول فعاليات مؤتمر تكاد ويطالب بإصلاحات ملموسة في مجلس الأمن وتمسك مصر بالموقف الأفريقي الموحد في هذا الصدد. وفد من حماس في القاهرة للاطلاع على مجريات مفاوضات الهدنة وخلافات بين نتنياهو وفريقه التفاوضي بشأن شروط وقف إطلاق النار. مع تواصل العدوان على أنحاء غزة، الجنائية الدولية تنظر في سرعة إصدار قرارات بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا اتيكاد المنعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي جاءت تحت عنوان المساهمة في حل التحديات العالمية. وأكد عبد العاطي خلال مداخلاته على دعم مصر لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، كما أشار إلى أن الحوكمة العالمية تحتاج إلى إصلاحات ملموسة في مجلس الأمن في ظل عجز المجلس عن تجاوز الجمود الحالي في الصراعات الدائرة، مؤكدا على أن مصر تتمسك بالموقف الإفريقي الموحد في هذا الصدد. وطالب عبد العاطي بإصلاح البنية المالية العالمية، كما تناول وزير الخارجية قضية الذكاء الاصطناعي التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات القليلة الماضية، موضحا أن مصر أحرزت تقدما في تحديث البنية التحتية الرقمية وأطر السياسات وهياكل الحوكمة. وشارك وزير الخارجية في الجلسة التي عقدت تحت عنوان السلم والاستقرار ضمان كرامة الإنسان والأمن، حيث أكد عبد العاطي على أهمية تبادل وجهات النظر ومناقشة سبل التعامل مع المخاطر والتهديدات الراهنة للسلم والأمن ليس فقط في أفريقيا بل في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن الأدوات الحالية غير فعالة أو كافية للتعامل مع التحديات المتلاحقة والمعقدة والمترابطة التي يواجهها المجتمع الدولي، مشدداً على أن الحرب المستمرة في السودان والعدوان غير المسبوق على قطاع غزة من الأمثلة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي أو عدم رغبته في التدخل. وأكد عبد العاطي على الحاجة إلى إصلاحات عاجلة وعميقة لبنية السلم والأمن الدولية بحيث تكون أكثر تمثيلاً. وعلى هامش اجتماع تيكاد، عقد وزير الخارجية بدر عبد العاطي مباحثات سياسية مع نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا، وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لأن تسفر لاجتماعات الوزارية
الآلية تكاد عن نتائج ملموسة تعزز من مجالات التعاون القائم بين اليابان وإفريقيا. ومن جانبها أعربت وزيرة الخارجية اليابانية عن تقدير بلادها للدور الهام الذي تطلع به الدبلوماسية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية. وعلى هامش فعاليات مؤتمر التكاد أيضا التقى وزير الخارجية برئيس جامعة الأمم المتحدة في طوكيو. وخلال اللقاء أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز أوجه التعاون مع الجامعة وربطها بمراكز الأبحاث والجامعات المصرية، فضلا عن بحث إمكانية توفير منح دراسية مخصصة للطلبة المصريين. من ناحية أخرى، أبرز وزير الخارجية تطلع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام للتعاون مع جامعة الأمم المتحدة من خلال مقاربة شاملة تتضمن الربط بين التحديات المختلفة. كما التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وزيرة خارجية السنغال على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد. كما أشاد الجانبان خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة القادمة في شتى المجالات. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات المتسارعة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، لا سيما التحديات الأمنية والتنموية، حيث أشار وزير الخارجية في هذا الإطار إلى الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها لبناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. أعلنت حركة حماس في بيان لها أن وفدا من الحركة برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة بناء على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاطلاع على تطورات جولة القاهرة. وأكد البيان التزام الحركة بما يوافق عليه في 2 يوليو والمبني على أعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، كما طالبت بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووقف تعطيل التوصل للاتفاق. هذا وأفادت مصادر لرويترز أنه من المتوقع أن يحضر رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد آل ثاني اليوم محادثات وقف إطلاق النار على غزة في القاهرة. في المقابل، أكدت مصادر إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين بسبب إصراره على ألا تنسحب إسرائيل من بعض المناطق محل الخلاف. وأوضحت المصادر أن نتنياهو يعتزم الإبقاء على نقاط تفتيش في محور نتاريم لمنع حركة حماس من الانتقال من الجزء الجنوبي من غزة إلى شمال القطاع، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق التفاوضي الإسرائيلي يضغطون على رئيس حكومة الاحتلال لتقديم المزيد من التنازلات لإنجاز الصفقة. فترة من الترقب عما ستسفر عنه آخر جولات مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل، والتي تستضيفها القاهرة في إطار الوساطة الثلاثية مع قطر والولايات المتحدة. القاهرة التي لم تدخر أي جهد منذ العدوان الذي تجاوز 300 يوما وخلف عشرات آلاف من الشهداء والجرحى، طالبت الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق لوقف نزيف الدماء. الرئيس السيسي
أكد لنظيره الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلاتي توسع نطاق الصراع بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة. وبرغم إعلان بايدن عن وجود تقدم في المفاوضات إلى أن عوائق واضحة تعرقل مسار المفاوضات، منها عدم إقرار إسرائيل بشكل واضح بسحب قواتها من غزة وتمسك الولايات المتحدة بهذا الشرط، إلى جانب وقوف ملف المحتجزين والإفراج عن أسرى فلسطينيين بعينهم حائلاً أمام إنفاذ الاتفاق. ويبدو أن ضغوطاً كبيرة تواجه رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي يخشى إذا ما تعثرت المفاوضات أن تقوم إيران وحزب الله بمهاجمة إسرائيل. خبراء إسرائيليون يشككون في نواياه ويتهمونه بالتخريب المقصود للصفقة حتى يظل لهيب الحرب مشتعلاً ويضمن بذلك البقاء في الحكم. هذا وما زالت المفاوضات جارية تتعلق بها آمال شعب أعزل في مواجهة قوى غاشمة وأمهات ثكالة صارت أبسط أمانهم الاحتفاظ بما تبقى من أبنائهم وذويهم على قيد الحياة. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مسؤولين أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوصل إسرائيل إلى أسوأ وضع استراتيجي لها على الإطلاق مع احتمال اندلاع حرب كبرى. وأضاف المسؤولون بأن نهج نتنياهو يؤدي بإسرائيل إلى مفترق طرق خطير بين صفقة المحتجزين أو التصعيد. كما نقلت الصحيفة أيضا عن مشاركين في المحادثات الأمنية قولهم إنه ليس على إسرائيل إطار زمني تعمل وفقه باستثناء احتمال دخول المرشح الجمهوري دونالد ترامب للبيت الأبيض. حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لجنة من قضاة التحقيق في المحكمة على إصدار قراراتها بشكل عاجل بشأن مطالبات الاعتقال التي قدمها خلال مايو الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت. هذا ودعا المدعي العام القضاء إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن طلبه إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين على صلة بالحرب، قائلا إن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي. أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للنازحين الفلسطينيين في مناطق المغازي وشرق دير البلح إلى جانب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. إلى هذا أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 37 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. وذكرت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت عدة مناطق غرب شرق وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى قصف الاحتلال لخيام النازحين، فيما لا يزال العشرات من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم حتى اللحظة. كما أفادت السلطات الصحية في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع حيث وصلت إلى 40,334 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93,356 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي. أفاد جهاز الدفاع المدني بغزة بأن غارات وعمليات الاحتلال قلصت المناطق الآمنة في القطاع من 230 إلى 35 كيلومتر مربع فقط. وذكر جهاز الدفاع المدني أن الاحتلال الإسرائيلي دفع بمئات الآلاف من المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية بادعاء أنها مناطق إنسانية آمنة، مشيرا إلى تقليص الاحتلال هذه المساحة خلال أغسطس إلى 35 كيلومترا مربعا فقط، بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع. أجونا ناس نازحين من خان يونس ومن الميناء ومن لسان الميناء من هان، فاستضفناهم عندنا وحتى يعني بنطعميهم من أكلنا من قوتنا من قوت أولادنا بنعطيهم،
تمام. وبالنسبه للوضع يعني انت شايف انحصرنا، كنا في منطقه صغيره من نهايه من سان المينا لدور 17. هذه المنطقه كثيفه سكانها كثير فيها، وما فيش حد مدور عليهم السكان هذول، ما فيش حد مدور عليهم. يعني التكيه اللي بتجينا على قد المخيم تبعنا. طب الناس اللي جت عندنا جديد من وين جبوهم؟ بناكل اكله في اليوم على الدكيه، اكله واحده اللي بناكلها في اليوم. يعني لو ما الدكيه كان بنموت من الجوع. اقول لك انا صرت افكر يعني اطلع لو فيش اكل اروح اشرب من البحر عشان اصبر حالي. وحياة ربنا بحكي جد معاه، اكل اشرب ميه وملح. اقول لك قسما بالله مرات بننام من دون اكل. قبل اسبوع كانت يعني بزياده وتزيد عنا، نفطر ونتغدى ونتعشى مثلا. اليوم من عدد الناس اللي اجوا علينا بطلت دوبها الغدوه، دوبها الغدوه، وبعد وقت ما بتكفينا لانه العدد زاد عنا، زاد العدد بزياده. يعني كنت انا في خيمتي 32، هيك صرت تقريبا 50. يعني ناس بلا مخزن بعرفهمش حطيتهم جنبي. الميه بصعوبه جدا لما بنعبي، وهيكم شايفين وتطلعوا على الدور وعلى كيف بنعاني لحد ما نعبي ميه. الميه يعني هي روح الحياه، فيش ميه فيش اكل فيش شرب فيش مصاري، لا في شغل ولا في عمل ولا في مصروف ولا في اي حاجه. وعندنا مرضى، احنا بنتامل تخلص، بنطلب من الله مش من العباد انه تخلص. ما ضلش فينا حيل يا عالم، ما ضل فينا حيل، والله ما ضل فينا حيل. بعيدنا الله، والله خلصنا، والله ما ضل فينا حيل، ولا ضل قادرين نتحمل اي شيء. ما ضلش فينا حيل، ايش نعمل؟ لمين نشكي يا عالم؟ لمين نشكي؟ حالنا صعب، والله حالنا صعب. أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها قصفت تمركزات وآليات للمحتل الإسرائيلي متواجدة في محور انتصارهم بصاروخين من نوع 107 وقذائف هاون من العيار الثقيل. وأشارت إلى أنها تمكنت من تفجير حقل ألغام أعد مسبقا في عدد من الآليات للاحتلال ومعدات هندسية بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح، فيما تم رصد مروحيات تابعة للاحتلال لتنفيذ عمليات إخلاء. أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف ريكاردو بيريز أن الوضع بالنسبة للأطفال في قطاع غزة مروع ويزداد تدهورا يوما بعد يوم. ولفت ريكاردو إلى المعاناة النفسية الشديدة التي يواجهها الأطفال نتيجة الصدمات المتتالية والأثر الصحي لانتشار الأمراض وسوء التغذية. لا جديد في يوميات التغريبة الفلسطينية في قطاع غزة، حصار وتجويع وتعطيش ومنع للعلاج ولا مكان آمن على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي لأكثر من 320 يوما. أطفال غزة أو من تبقى منهم باتوا معرضين لخطر الإصابة بشلل الأطفال، وهو المرض الذي اختفى من القطاع قبل 25 عاما، إلا أنه عاد مع تفاقم الأوضاع الصحية. وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأونروا حذرت من مخاطر تأخر التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، وأنها ستفتح الباب أمام هذا المرض ليتفشى بين أطفال القطاع. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة الأممية إن تأخير تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة مدمر وسيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب هذا المرض. ورغم أن الصحة العالمية والأونروا ينسقان مسألة توفير اللقاح، إلا أن حملة التطعيم لن تكون مجدية وحدها في ظل عدم توافر المياه الصحية ومستلزمات النظافة الشخصية وانتشار مياه الصرف الصحي بين خيام النازحين، وفي ظل عدم توافر بيئة صحية سليمة. يأتي هذا التطور في الوقت الذي أكد فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة يتدهور بسبب موجات النزوح المتكررة والاكتظاظ وانعدام الأمن وانهيار البنية التحتية واستمرار الأعمال العدائية ومحدودية الخدمات. وبسبب النزوح المتكرر على مدى نحو 11 شهرا لأكثر من 90% من السكان، بات أهل غزة غير قادرين على الوصول إلى الخدمات قيد الحياة.
كشفت الأمم المتحدة أنه كان من المقرر أن تصل 278 مهمة إنسانية إلى جنوب غزة، لكن إسرائيل رفضت 79 منها. وذكرت الأمم المتحدة أنه من المقرر تنفيذ 147 عملية إغاثة إنسانية شمال قطاع غزة، لكن إسرائيل ترفض ذلك، مشيرة إلى أنها منعت 125 بعثة إنسانية من دخول غزة خلال شهر أغسطس الجاري. ونشرتنا مستمرة معكم ونتابع فيها ولكن بعد قليل. حزب الله اللبناني يستهدف مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، وقوات الاحتلال تقصف أهدافا في جنوب لبنان. أعلن حزب الله اللبناني استهداف مقر قيادة اللواء الغربي لقوات الاحتلال جنوب مستوطنة يعرى وتحقيق إصابات دقيقة، كما أعلن استهداف تمركز لجنوب الاحتلال أو لجنود الاحتلال في موقعي هرمون والراهب وتحقيق إصابات مباشرة. جاء ذلك ردا على تعرض أطراف بلدة عيت الشعب بجنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، تزامنا مع إطلاق نار من مواقع لقوات جنوب الاحتلال أو جيش الاحتلال في بركة ريشة على أطراف بلدة عيت الشعب بالقطاع الأوسط. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي حلق بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط حتى مشارف مدينة صور. بدأ رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي سي كيو براون زيارة غير معلنة إلى منطقة الشرق الأوسط لمناقشة سبل تجنب أي تصعيد محتمل. تأتي زيارة براون في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل تبادل إطلاق سراح المحتجزين، مع خفض التوتر بين إسرائيل وإيران وحزب الله. ومن المقرر أن يزور الجنرال الأمريكي مصر وإسرائيل في الأيام المقبلة بعد انتهاء جولته الأولى في الأردن لسماع وجهات نظر القادة العسكريين حول الأوضاع في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا تريد تدمير أوكرانيا، لكن الحرب عادت إلى ديارها على حد تعبيره. وفي خطاب خلال ذكرى استقلال أوكرانيا 33، أضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستفاجئ موسكو بالهجوم متواعدا بالانتقام منها. سومشينا موغريتيا ريتشكا بسيل كيلكا كيلومتر від нашого кордону. Ми не йшли. نحتفل اليوم بالعيد 33 لاستقلال أوكرانيا، ونحن على ثقة بأن الأوكرانيين سيحتفلون دائما بهذا العيد في عاصمتهم الحرة وفي دولتهم ذات السيادة. أوكرانيا ستحافظ دائما على استقلالها، ولن يكون هذا الأمر موضع شك مرة أخرى. شهدنا اليوم أول استخدام قتالي ناجح لسلاحنا الجديد، فئة جديدة تماما من الأسلحة، وهي الطائرة الأوكرانية الصاروخية المسيرة باليانيتسا. أشكر كل المطورين والمصنعين ومحاربين، أنا فخور بكم، ونعلم أن الأمر سيكون في منتهى الصعوبة في روسيا. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين حول مواجهة القوات الأوكرانية التي دخلت أراضي منطقة كورسك والإجراءات المتخذة لمواجهتها. وتلقى بوتين تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي فاليري غرايسيموف، وكان الرئيس الروسي قد استعرض تقارير مع قادة مجموعة القوات المشاركة في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حول الوضع العملياتي في المناطق الموكلة إليهم. أعلن البنتاغون عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لكييف تبلغ قيمتها 125 مليون دولار.
يأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة بينما تشن قوة كييف هجوما على منطقة كوساك في غرب روسيا. مساعدات جديدة لكييف من جهة وعقوبات جديدة فرضها ساكن البيت الأبيض على موسكو من جهة أخرى، قراران يحملان رسائل عدة من واشنطن ويؤكدان التزامها وشركائها في الغرب بتعطيل سلاسل الإمداد الروسية. حزمة المساعدات الجديدة التي أعلن عنها عشية الاحتفال بالعيد الوطني لأوكرانيا تشمل صواريخ دفاع جوي وتجهيزات مضادة للطائرات المسيرة وصواريخ مضادة للدروع للحماية وذخيرة الجنود على خط الجبهة وأنظمة صاروخية متنقلة. وأعلن البنتاغون أن حزمة المساعدات تبلغ قيمتها 125 مليون دولار. زيلينسكي من جانبه أكد حاجة بلاده لتسلم الأسلحة المعلنة بشكل عاجل خصوصا الدفاعات الجوية الإضافية. ويأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة فيما تشن قوات كييف هجوما على منطقة كورسك في غرب روسيا، وهو الهجوم الأخطر الذي يشنه جيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. الإعلان عن المساعدات تزامن أيضاً مع فرض عقوبات أمريكية على 400 كيان وفرد في روسيا والخارج، من بينهم نحو 60 شركة لتكنولوجيا الدفاع تتيح منتجاتها وخدماتها لروسيا دعم مجهودها الحربي في أوكرانيا. وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شخص أو شركة أمريكية من التعامل معهم تحت طائلة التعرض لعقوبات. أفادت مصادر روسية أن موسكو وكييف تبادلتا 115 أسيرا من كلا الجانبين بعد وساطة إماراتية. وستكون هذه أول عملية تبادل لسجناء بين البلدين منذ أن شن الجيش الأوكراني هجوما داخل روسيا في 6 أغسطس الجاري. أعلن المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور انسحابه وتأييده للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. وأشارت وسائل أعلام أمريكية إلى أن عملية الانسحاب قد تؤثر على الولايات المتأرجحة التي تلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تحالف جديد في مسار السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض يضفي نوعا جديدا من الغموض بعد انسحاب المنشق عن الحزب الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور من الترشح كمستقل في الانتخابات الرئاسية. الانسحاب جاء ليصب في صالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي حصل على بطاقة تأييد من جونيور خلال تجمع انتخابي في ولاية أريزونا، حيث أكد الطرفان أنهما يتفقان في عدة مواضيع وملفات. لم أعد أعتقد أن لدي طريقا واقعيا لتحقيق نصر انتخابي. أفضل طريقة لبناء الولايات المتحدة الآمنة هو إعادة بناء القاعدة الصناعية ودعم الطبقة المتوسطة في البلاد. ألا تريدون رئيسا يخرجنا من الحروب ويدعم الطبقة المتوسطة؟ كينيدي أكد أن استطلاعاته الداخلية أظهرت أن وجوده في السباق سيضر بترامب ويصب في مصلحة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، رغم أن الاستطلاعات العامة الأخيرة لا تشير بوضوح إلى تأثير كبير له على دعم أي من مرشحي الحزبين الرئيسيين. واتخذ كينيدي خطوات لسحب ترشحه في ولايتين على الأقل نهاية هذا الأسبوع هما أريزونا وبنسلفانيا، وقال إن هذه الخطوة جاءت بعد محادثات مع ترامب خلال الأسابيع القليلة الماضية. قرار كينيدي أثار استياء أنصاره الذين اتهموه بالخيانة وفق صحيفة الجارديان، كما أن قرار تعليق حملته في بعض الولايات وعدم حسم موقفه في كل الولايات يراها البعض أنها طريقة لإبقاء ورقة لعب في يده يفاوض بها ترامب أو حتى هاريس. وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن عملية الانسحاب قد تؤثر على الولايات المتأرجحة التي تلعب دورا حاسما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يجعل نتائج التصويت فيها غير محسومة ويصعب تكهنها. أعلن الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان شيجيرو إيشيبا عزمه الترشح لخوض انتخابات زعامة الحزب لخلافة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وتبدأ الحملة الانتخابية للسباق بشكل رسمي في 12 سبتمبر المقبل، بينما ستجرى الانتخابات في 27 من الشهر ذاته.
اتهمت الفلبين الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدورية التابعة لها في بحر الصين الجنوبي في أحدث فصل من نزاع يتزايد حدته على جزر بين البلدين. وحضت الحكومة الفلبينية بكينا على الوقوف الفوري لكل الأعمال الاستفزازية والخطيرة التي تهدد أمن السفن والطائرات التي تقوم بعمليات مشروعة في الأراضي الفلبينية وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلدين. وكانت بكين قد أعلنت أنها اتخذت إجراءات مضادة ضد طائرات عسكرية فلبينية متهمة بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي. أعلنت الداخلية الألمانية أن الأجهزة الأمنية تبذل كل ما في وسعها لتوقيف منفذ عملية الطعن في مدينة زولينغن. وأعلنت الداخلية الألمانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة جراء هجوم بسكين خلال مهرجان بالمدينة. احتفال تحول إلى مأساة، قتلى ومصابون في اليوم الذي احتفلت فيه مدينة زولينغن الألمانية بمرور 650 عاما على تأسيسها، حيث تحول الاحتفال إلى مأساة مروعة. الشرطة الألمانية أفادت أن المهاجم استخدم سكينا في هجومه العشوائي على المحتفلين، ولم يدرك العديد من الحاضرين في المهرجان وقوع الهجوم حتى أعلن منظم الحفل إلغاء الفعالية وطلبوا من الحاضرين مغادرة المكان في هدوء وعدم الذعر أثناء الخروج. وفور وقوع الهجوم شهدت المدينة الألمانية استنفارا أمنيا واسع النطاق لم تشهده من قبل، إذ أفادت التقارير الإعلامية المحلية بأن الشرطة أعلنت حالة الطوارئ القصوى في المدينة، وانتشرت قوات كبيرة من الضباط المسلحين في موقع الهجوم وحوله. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن شرطة مدينة دوسلدورف المجاورة تولت زمام التحقيقات في الحادث، مما يشير إلى خطورة الوضع وحجم الموارد التي تم تخصيصها للتعامل مع هذه الأزمة. تقع مدينة زولينغن التي يزيد عدد سكانها عن 150 ألف نسمة قرب دوسلدورف، وكان من المقرر أن تستمر احتفالات المهرجان حتى يوم غد الأحد بفعاليات موسيقية وترفيهية متنوعة، إلا أن هذا الحادث المأساوي أدى إلى إلغاء الاحتفالات وإغراق المدينة في حالة من الحزن والصدمة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذل كافة الجهود للعثور على منفذ حادث المعبد اليهودي في مقاطعة هيرولت في جنوب البلاد، ووصف ماكرون هذا العمل الإرهابي مشيرا إلى تعزيز حماية مواقع المعابد اليهودية. وأحيل الحادث إلى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب لمباشرة التحقيقات حول حادث الانفجار الذي تسبب في حرق لسيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز، مما أدى إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة. قال مسؤولون بالشرطة إن انفجار قنبلة في جنوب غرب باكستان أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 16 شخصا. وأوضحت الشرطة أن الإصابات تشمل 7 من أفراد الشرطة بعد تفجير قنبلة عن بعد كانت مثبتة على دراجة نارية بالقرب من مقر الشرطة في المدينة. من جهته عبر رئيس الوزراء شهباز شريف عن عميق حزنه لمقتل الطفلين مقدما تعازيه لأسرتيهما. لجأ قرابة 300 ألف من مواطني بنغلاديش إلى الملاجئ هربا من الفيضانات التي غمرت مناطق شاسعة من البلاد نتيجة لأمطار غزيرة شهدتها المدينة منذ عدة أيام. وتسببت الأمطار الموسمية في مقتل 42 شخصا في بنغلاديش والهند جراء الانهيارات الأرضية، بالإضافة إلى تضرر الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية بين العاصمة دكا ومدينة شان السياحية، مما صعب عمل فرق الإنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات. أو
امتدت حرائق وغابات في أنحاء ولاية ساو باولو بالبرازيل، وأعلنت السلطات البرازيلية أعلى درجات التحذير في 30 مدينة، كما تسببت النيران في اضطرابات لوسائل النقل مع انخفاض الرؤية بسبب الدخان، ما أدى إلى توقف حركة المرور كليا أو جزئيا على عشرات الطرق السريعة. ويفاقم انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة التي تتخطى 35 درجة مئوية الظروف المواتية للحرائق في المنطقة الجنوبية الشرقية التي تعاني من الجفاف. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025. وبدورها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على أنه سيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024-2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 من سبتمبر. في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل انضباط سير العملية التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات توزيع درجات التقييم للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024-2025. وأشارت الوزارة في بيان إلى التفاصيل المتعلقة بتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي الواحد بنسبة 100% لكل مادة دراسية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث تم تقسيم الدرجات بين أعمال السنة والاختبارات بنسبة 40-60% على التوالي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة في تمام الساعة 7 من مساء غد الأحد 25 من أغسطس، ويتاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المتاحة بكافة الجامعات الحكومية من 9 صباحا وحتى 3 ظهرا طوال فترة التنسيق، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم من خلال حاسبهم الشخصي على مدار 24 ساعة. وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أعلن أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد بلغ حتى الآن 325,000 من الطلاب والطالبات.
أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن هناك ملفات كثيرة للتعاون المشترك بين المؤسسات الدينية في مصر وكازاخستان بشأن العديد من القضايا. جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف مع المفتي العام لجمهورية كازاخستان على هامش المؤتمر 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. من جانبه أكد مفتي كازاخستان دعمه الكامل للمبادرات الدينية وأعمال وزارة الأوقاف المصرية، معربا عن سعادته بهذا اللقاء متمنيا النجاح للمؤتمر ليؤكد على دور المرأة في بناء الوعي. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة والتي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. وللمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا مباشرة من هناك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، أرحب بك، ويعني صف لنا الأجواء اليوم وأهم الأنشطة والفعاليات المتواجدة على مدار هذا اليوم. أرحب بكم من مدينة السحر والجمال، من مدينة العالمين الجديدة، لازلنا نتابع معكم الفعاليات المستمرة التي لا تتوقف ضمن النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. وربما اليوم هناك العديد من الفعاليات المختلفة، ونتواجد في إحدى أهم الفعاليات الآن في منطقة اليو أرينا، وهو سباق السيارات الخاص بموتور ويك. هذه الفعالية التي انطلقت في 16 من أغسطس الجاري واستمرت حتى اليوم بعد خوض عدد من السباقات المختلفة خلال الأيام السابقة. وصل موتور ويك لنقطة النهاية والسباقات النهائية التي ستنطلق بعد قليل بمشاركة عدد كبير من المشاركين في هذه البطولة من مصر ومن أيضا الدول العربية المختلفة. وربما منطقة اليو أرينا التي تستضيف عدد كبير من الحفلات تم تجهيزها أيضا اليوم لاستقبال السباقات المختلفة للموتور ويك، بالإضافة إلى أيضا الفعاليات المستمرة على الجانب الآخر في المنطقة الترفيهية. نتحدث عن وجود بطولة كرة السلة للرجال الخاصة بمناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية والتابعين للاتحاد المصري لكرة اليد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدم كل التسهيلات وكل الإمكانيات المختلفة لمشاركة الفئات المختلفة سواء هنا في سباق السيارات أو حتى في الفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى ملعب كرة القدم الخماسي الذي يستقبل دوري حريفة المدارس اليوم بمشاركة عدد من طلاب المدارس، بالإضافة إلى انطلاق بطولة الجودو العربية. ونتحدث أيضا على أن منطقة اليو أرينا بالأمس استقبلت حفل فني كبير لفرقة كايروكي بالإضافة إلى توليت، وكان هناك يعني إقبال شديد جدا على منطقة اليو أرينا من المحبين والعاشقين لفرقة كايروكي وتوليت. وعبر الحضور بالأمس عن التنظيم وعن أيضا الانبهار بالتطور العمراني والسياحي الموجود في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة إلى أن الفنان أمير عيد تحدث أيضا عن أن هذه الحفلة هي من أقوى الحفلات التي تقام لفرقة كايروكي في مدينة العالمين الجديدة. وكانت هناك مشاركة عربية واسعة من مختلف الجنسيات العربية بالأمس في هذا الحفل، وعبروا عن مدى سعادتهم بوجودهم في مدينة العالمين الجديدة، بالإضافة أيضا إلى استمرار المسرحيات. اليوم ستستمر مسرحية البنك سرقوه للفنان أشرف عبد الباقي، وأيضا مسرحية دكان
ميدان الأحلام في المسرح الروماني في المدينة التراثية، فعاليات لا تتوقف وتستمر على مدار هذا الأسبوع وهو الأسبوع الأخير من مهرجان العالمين الجديدة، لكن به عدد كبير من الفعاليات المتنوعة التي تستقطب أكبر عدد من الزائرين. نتحدث عن أن في هذه الأيام مدينة العالمين الجديدة ومنذ بداية مهرجان العالمين تستقبل العديد من الزائرين ربما من مختلف المحافظات هنا في مصر ومن مختلف أيضا الجنسيات سواء كانت عربية أو أجنبية، وكنا نتحدث عن وجود أكثر من 100 جنسية مختلفة موجودة في مدينة العالمين الجديدة، وأن الفنادق في مدينة العالمين أعلنت أن نسبة التشغيل بها فاقت 100%. فنتحدث عن مدى أهمية هذه المدينة، وأيضا مهرجان العالمين الجديدة خلق حالة من الترويج لهذه المدينة الهامة كوجهة سياحية مهمة ووجهة رياضية أيضا في استضافة العديد من البطولات الرياضية. هذا السباق الذي نتواجد به الآن سينطلق بعد قليل، وهناك حالة من الحماس وحالة أيضا من المتابعة لدى الجماهير التي تعشق سباق السيارات المتواجدة هنا في منطقة اليو أرينا. وفي الحقيقة تم تجهيز هذه المنطقة وتقديم كل التسهيلات المختلفة لحضور الجمهور وحضور المتسابقين، وتسهيلات مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإقامة هذه الفعاليات على أعلى مستوى، وستستمر هذه الفعاليات على مدار هذا الأسبوع فيما يتعلق أيضا بالحفلات الفنية أو الفقرات الفنية فيما يتعلق بالفنون التراثية أو الفنون الشعبية وفرق التنورة التابعة لوزارة الثقافة التي ستكون متواجدة في المنطقة الترفيهية، بالإضافة أيضا إلى بعض الأنشطة الخاصة بالأطفال لازالت متواجدة هذه الأنشطة ليستمتع أكبر عدد من الأطفال بصحبة أسرهم والعائلات الموجودة في المنطقة الترفيهية. فنحن نتحدث عن فعاليات كبيرة ومتنوعة تليق برواد وزوار مهرجان العالمين الجديدة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات القادمة الخاصة بمهرجان العالمين النسخة الأكبر والأقوى وهي النسخة الثانية لمهرجان العالمين الجديدة. الآن عودة إليكم مرة أخرى. نعم أشكرك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. رجاء رمزي في انتظاركم وطائفة من آخر الأخبار الاقتصادية. إليك رجاء. شكرا جزيلا ليلى، شكرا أميرة. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه النافذة الاقتصادية. أكدت وزارة المالية أن تقرير مؤسسة ديكود اللي هي الاستشارات الاقتصادية والمالية بشأن دورة مسح الشفافية العالمية للعام 2023 سلط الضوء على التطور الإيجابي لمصر في المؤشرات الدولية للشفافية والرقابة على الموازنة ومشاركة الجمهور خلال العامين الماضيين. أكد التقرير التحسن الملحوظ في هذه المؤشرات الصادرة عن منظمة شراكة الموازنة الدولية، حيث تعد ثمرة جهود كبيرة لوزارة المالية على مدى 9 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي. وتخطت مصر المتوسط العالمي بمجال الشفافية وإتاحة البيانات والبالغ 47 نقطة، كما تخطت مصر المتوسط العالمي في مؤشر مشاركة الجمهور لتتصدر منطقة الشرق الأوسط. بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي والوفد المرافق له سبل دعم وتعزيز التعاون ما بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. ذكر بيان للوزارة أن اللقاء يأتي انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التعاون المصري ونقل الخبرات المصرية في شتى المجالات. من جانبه أعرب وزير الطاقة الجيبوتي عن أمل بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء، مؤكدا اهتمامه باستمرار وزيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء. قام وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى بجولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي والتابع للوزارة، ذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع.
وحرص الوزير خلال المرور على خطوط الإنتاج على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم، فيما حثهم على الالتزام بواجباتهم المهنية والتكاتف معا لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي يقوم به المصنع كإحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر يونيو من العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 7%. وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بلغ 205.26 نقطة خلال يونيو مقارنة بشهر مايو الذي بلغ 178.3 بنسبة ارتفاع قدرها 15.12%. كما لفت الجهاز إلى أن الرقم القياسي لصناعة المشروبات بلغ 654.8% نقطة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو حيث بلغ 583.43 بنسبة ارتفاع قدرها 12.11%. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي الخفيف بأكثر من 2% للبرميل بعدما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إلى أن البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة. زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 2.33% مسجلة تقريبا 79 دولار وسنتين اثنين للبرميل، فيما ارتفعت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 2.49% مسجلة 74 دولار 83 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 2.2% لتصل إلى دولارين 32 سنتا للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.51% مسجلة دولارين 2 سنتين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط، وذلك للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكبر عملية سحب على الإطلاق من احتياطي الطوارئ في العام 2022. تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة ملء الاحتياطي ببطء بعد أن باعت 180 مليون برميل في العام 2022، وذلك للسيطرة على أسعار البنزين بعد بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. أعلنت الهيئة التنظيمية للصناعة في بريطانيا رفع سقف أسعار الطاقة اعتبارا من أكتوبر المقبل. هذا ويتوقع بنك إنجلترا تسارع التضخم هذا العام بعد انخفاضه إلى الهدف 2%. بزيادة قدرها 10% على أسعار فواتير الطاقة، ترفع بريطانيا سقف أسعار الطاقة اعتبارا من أكتوبر المقبل حسب ما أعلنت الهيئة التنظيمية للصناعة. وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن الزيادة 10% في سقف السعر تعني أن ما يقدر بنحو 25% من سكان المملكة المتحدة سيفكرون في إيقاف تشغيل التدفئة والمياه الساخنة هذا الشتاء. تلك الزيادة ترجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في أسواق الجملة، حيث يتم مراجعة سقف الأسعار كل 3 أشهر من قبل الهيئة التنظيمية، وهذا يعني ارتفاعين متتاليين، مما يجعل من الصعب على الحكومة الجديدة الوفاء بوعد الانتخابات بخفض الفواتير. وكانت التعريفات المرتفعة للطاقة بمثابة محرك للتضخم وأزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، وهي قضية رئيسية للناخبين في الانتخابات العامة في يوليو. وفي ظل تلك الزيادة يتوقع بنك إنجلترا أن يتصارع التضخم هذا العام بعد انخفاضه إلى هدف 2% خلال الصيف،
حيث يتوقع البنك الآن أن يصل إلى 2.7% بحلول نهاية عام 2024 قبل أن يتراجع مرة أخرى. هذا ولا تزال مستويات الديون بين العملاء عند مستويات قياسية وفقاً للهيئة التنظيمية للصناعة، على الرغم من انخفاض الفواتير من الذروة التي شهدت أثناء أزمة الطاقة. وترجع الزيادة الأخيرة في الغالب إلى ارتفاع العقود الآجلة وسط مخاطر العرض بسبب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. وارتفعت عقود الغاز في المملكة المتحدة بأكثر من 8% منذ دخول سقف السعر السابق حيز التنفيذ في الأول من يوليو. خلال نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى أميرة وليلى، فإليكم. شكرا رجائي. وختاما لهذه النشرة، لم يتبقى فيها سوى تذكرة بأهم العناوين. وزير الخارجية يشارك في أول فعاليات مؤتمر تيكاد ويطالب بإصلاحات ملموسة في مجلس الأمن، وتمسك مصر بالموقف الإفريقي الموحد في هذا الصدد. وفد من حماس في القاهرة للاطلاع على مجريات مفاوضات الهدنة، وخلافات بين نتنياهو وفريقه التفاوضي بشأن شروط وقف إطلاق النار. مع تواصل العدوان على أنحاء غزة، الجنايات الدولية تنظر في سرعة إصدار قرارات بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.